الناحية التانية. وقفنا عندها. ما انا عجبني الصراحه منظر الشجر. انت شايف الشجره الثانيه؟ بص الثانيه كمان. الشجره على ارتفاع كام متر؟ تجيلها دلوقتي 70 80 متر الشجره. بص كده، بص هنا، دي بقيت الشجره دي. وهنا ايه ده؟ لا في حاجه وراها، دي ميه. ده بص نازل منها ايه من ورا. ده مكان مخيف. بس بصي شكلها من فوق غريب قوي، مش عارفه شكلها ايه، بس باينها زينه. لو حد يعدي من هنا هنسأل دي اسمها ايه؟ هنشوف اللي هناك. يا لو ده اللي هناك ده مخيف. لا عدي من بس ده حرقها حرقه جامده عشان خاطر اللي يوقعها باين ما عرفش. طب ما تدورينا على حاجه جوه البتاع دي. انا خاف ادخل ايدي. مفيش حاجه تخاف. ده هي متحفره لجوه. لا بس ده مكان بيربي تعابين زي ما قلت لك. اه بالليل طبعا. بص هنا ورا دي برضه متحفره. بص لا في شجر اغرب من بس فيها حد حاول يحرقها. بص بص حد حاول يحرقها. الحاجات دي بيولعوا بياخدوا الشجر. ليه برضه ما يحرقوهاش؟ المفروض بيشيلوها منشار و لا ما ممكن يكونوا بيحرقوا عشان ياخدوا الخشب. انت شايف اصلا ارتفاع الشجر قد ايه؟ ده عالي قوي. ده عايزه يشوفها من فوق. انا عايز اصورها من بعيد، يعني اروح من بعيد كده واشوف اشوف ارتفاعها قد ايه. ده ريحه الميه كده. بص من هنا برضو. بص هي كلها متحفره غريبه الشجر. بصوا من تحت. يعني بص المسافه ما بين الشجره هنا اهو. ما هي كلها شجره واحده. ما هي شجره واحده بس ده فرع منها. لا دي مش معقول يكون حد حرقها. لا دي لا ده مش معقول تعرفها لما تكون محروقه حرقها ازاي بقى؟ شفت الناحيه الثانيه كانت سمراء زي دي كده محروقه. دي مش لا في حرق اهو. حرق اهو. ايوه ده حرق. لكن اللي هنا كده ده ماشي. ما كده دي مش محروقه. بص من جوه وبص متحفره من تحت من هنا. حتى من هنا كده انا خايف حاجه تطلع لي من جوه. لا انا طلعت لك في شجرة أغرب من ده. تعالى وريها لي فوق كده. بص ورا المبنى ده. بص الورقة نفسها عاملة ازاي؟ مش ورق شجر عادي. بص. أمال إيه ده؟ بص جاية بكوس ازاي؟ أنا نفسي أعرف الشجر ده اسمه إيه أصلاً. هي جاية بكوس. أصل ده مش شجر زينة ده. ومفيش شجر زينة بيكون بالشكل ده. اربع شجرات تقريبا في المكان ده و... بس دي لا اثنين والثالثه اللي هي ورا المبنى. روح بقى انك بس دي كلها شجره واحده. يا جماعه دي اغرب شجره الصراحه شفتها على نهر. ارتفاعها زي ما اقول لكم يعدي ال 100 متر. في كمان شجر اغرب منها طبعا هنشوفوها دلوقتي. ايوه هي اللي بقول لك عليها اللي ورا البتاعه دي ورا ال
انتوا شايفين الشجره في الفيديو صغيره، لكن انتوا لو واقفين قدامها دلوقتي يعني ارتفاعها كبير جدا. ايه وصلت الحاجه؟ ما بقولك الشجره دي اكبر من اللي قدام، اكبر من اللي هم على النهر. لا دول اللي عندك دول فروع فيها، لكن هي شجرة واحدة. فين؟ لا دي شجرة واحدة، ديت من الجدر دي طالعة شجرة واحدة. عايزك تقولي فرع وطالع منه بتاع ده الشجرة وطالع منها خمس أفرع. المفروض يخلوا المكان ده مكان أثري. بس الأولانيين أغرب. أنا في مكان ده ما عايز أشوفه، ده إيه؟ ده مية ده ولا إيه؟ هنا برضه الحيط هنا برضه متحفر. بص دي مية. أيوة بس بص من هنا. لا دي بير على فكرة. بص هناك هنا بص منظر ال ده المكان اللي بيطلعوا تقريبا بيرفعوا فيه المية وحاجة زي كده. المنظر نفسه بص متحفر ازاي برضه يعني. فين؟ مش متحفر ده من المية. المية بتعمل كده. المية بتعمل أكتر من كده. ده بير ده. احنا لسه احنا مستنيين العربية دي. يا بخت اللي عايش في الأماكن دي. لا بس الأماكن ديت بالليل بتبقى مخيفة. شايف الشجر عاملة ازاي؟ وراها غريب. هي أصلا تلاقي اسمها غريب. لا بص فيها حاجة رايحة طالعة ولا ده ورق لا ديت حاجة من شلم. بص من دي. لما يجي صاحب العربية بنساله المكان ده اسمه ايه؟ يلا بينا من هنا بقى. من هنا عدوا من هنا. انا عايز اروح بس على بعد واسجل واصور الشجره دي من بعيد. تعالى من هنا. انا محيرني فيها. بص ارتفاعها وشوف الفرع طالع ازاي. تعالى تعالى شوفها من هنا تحت هنا عامله ازاي. بص من تحت تحس ان هي مش كامله. دي كامله ديت بس دي شجره ضخمه. الشجره طالعه منها حاجه مش كامله. بص دي لا دي اللي انت الجزء اللي طالع منها ده جدر. مكان الصراحة خرافة. خليك بس بعيد عن ال هو تقريبا مفيش حد ساكن هنا أصلا. اتحداك لو تعرفي تطلعي شجره من دول. ده مستحيل اصوره. عاليين قوي. مش عاليين للدرجه بس ممكن اطلع الحته دي بقى. هتحاولي كده تطلعيها؟
لا فيها الناحية التانية، الناحية التانية أسهل. لا هنا عشان أقدر أوقف. العكس ده من هنا أسهل. عايزين أنا زي تاني بقى نزلت مرة. لا أنت لو تعرف تنزلها من هنا بقى أحسن. نزل تاني؟ أه انزلي وطلعي من الناحية التانية. عدلها بس من حدين. اهي وراك اهي وراك. مش عارف من وراك اهي. ايه هتعرفي تجيبيها؟ انزلي انا هروح على بعد اجيب الشجره دي من بعيد شويه. انا هنزل من هنا بقى، بص انا هنزل من الناحيه الثانيه. فين؟ اقعد اقعد. الزحله. انا طبعا زي ما قلت لكم عشان اصور الشجر على بعد عشان اشوف بس ارتفاعها قد ايه.